احنا اول مصنع فلسطيني بال94 از مايكرو بروري في كل الميدل ايست. عبيرة طيبة مكونة من اربع عناصر، اللي هي عشبة الدينار اللي بنجيبها من بافاريا، والشعير والمية والخميرة، بس اربع عناصر، منحطش اي اضافات. مصنوع على الطريقة الالمانية على البافاريان لو اللي هي راين هايتس كبوت 1516، واول مصنع فلسطيني بيصدر على المانيا. احنا بنصدر لالمانيا، لبلجيكا، لليابان، لزيورخ، لايطاليا، للدنمارك، لعدة دول، لامريكا. منعاني من عدة مشاكل، اللي هي مثلا الاحتلال، فيش عندنا موانئ، فيش عندنا بوردرز، الفلاينج تشيك بوينت، فيش عندنا مية. هلا المية بال94 لما فتحنا ما كان في عندنا مشاكل بالمي، هلا كل المستوطنات عم تاخذ المي، والمي بس بتجينا يوم بالاسبوع. وهي peaceful resistance للoccupation، لما الاجنبي او اي واحد عمره ما شرب بيرة طيبة، لما بيشرب بيرة طيبة بيعرف انه احنا طبيعيين، واحنا شعب بنحب الحياة وبنحب نلبست ونورمال زي كل انحاء العالم. ليش لا يكون عندنا بيره؟